دي اكتيفيتيز مهمه قوي بتعلم الطفل الكوكوجنيتيف، بتعلي عنده المهارات المعرفيه اللي هي بتاهله في الاخر انه يجي يعمل انترفيو مدرسه يبقى الدنيا لطيفه. حلو. اوكي هنشوف مثلا انا عندي دي حاجه بتتغير، دي اسمها نوبتلاندرز او اسطوانات ذات المقبض. اوكي عندي حاجات مقاساتها بتتغير، المفروض دي اخرام او فتحات ودي مقاسات بتتغير. الطفل بيبص على ده ويحاول يماتش المناسبه ليه. تمام. بتتعمل طبعا في برزنتيشن معينه، دي من ضمن المونتسوري تولز واللي فيها كتير قوي 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 جزء خاص كده بالحواس الخمسه. اوكي اسمه قسم الحياه الحسيه. في بقى كل الابعاد والالوان والاشكال الهندسيه، في كل حاجه تحس من سن سنتين ونص، من ابتداء من سن سنتين ومن قبل كده كمان في حاجات منها مقاس من سنتين لغايه كام؟ حد 6 سنين احنا بنشتغل على الجزء بتاع. على فكره لما احنا قلنا ان طفل ما بيفهمش غير من خلال حواسه الخمسه، فاحنا اول 6 سنين لازم نهتم جدا بالحواس الخمسه. فالمهارات المعرفيه الجزء الخاص بالتعليم مونتسوري في الجزء الحياه الحسيه كفيل بيها جدا يعني. طيب هل الصح وانا بلعبه لعبه زي دي ان انا افضل اشيل واحط في عرفه احفظه كل حاجه؟ انا عايزه بقى اقول على معلومه دي لطيفه قوي. اوكي ولا سيبه هو ينطلق؟ مهم جدا. انا اي كلمه بقولها بتشوشر دماغه. اوكي فانا ما بتكلمش، انا بشتغل صح، انا بطلع الحاجه قدامه كده. اوكي وابدا بايدي. اوكي اشاور من غير ما اتكلم خالص، من غير ما اتكلم خالص بدور اهو. طبعا انا بطلعهم كلهم قدام الطفل خلاص، ومحطه دي كده. طيب اخد كده يا طرفين يا طرفين اهي، من غير ما اتكلم ولا اعمل اي حاجه، هو فهم من حركه ايدي ان انا بدور. وسبحان الله تلاقيهم بيعملوا نفس الحركه، ده انت لو لمستيها كده غصب عنك يكررها يعني. من كتر التركيز في صوره انا حطاها هتشوف فيها قد ايه المدرسه بتشتغل والبنت مركزه تركيز رهيب. يعني انا فاكره مثلا ماريا موتسوري كانت بتحكي قصه ان البنوته قعدت تشتغل بالاكسرسايز ده اكتر من 42 مره، ولما جم عايزين يعني يقولوا لها سيبي. اوكي البنت قالوا لها طب شيلوا يعني شيلوا الكرسي والترابيزه علشان هي تضطر تسيب. البنت مسكت الاداه بايديها وراحت بيها لحته تانية من كتر ما هي دماغها في انها لازم تخلص وتشتغل ده. ودي بتبقى حاجه كويسه ولا حاجه؟ عشان في اهالي طبعا ممكن يقول لك دي علقت على نفس اللعبه دي مصممها. طفل السن الصغير ده عنده حاجه اسمها حب التكرار، لاف اوف ريبيتيشن، هو عايز يكرر. يعني انت مثلا لو جيتي قلتي له هات لي كيس البرتقال من المطبخ خلاص، وفرحان بقى وانت بتقولي هو انا هخليه كبير ومش عارفه ايه واعتمد على نفسه، هيجيبها لك برتقانه برتقانه وتتجنني انت مش مشكله. بس هو عنده لاف اوف ريبيت، هو بيحب او عايز لا وتعلقه مثلا الحركة باغنيه معينه يفضل يعيد ويزيد فيها بدل مره 1000 مره، لان أي هو تكرار حابب. اي تكرار بالنسبه للطفل هو بيشبع عنده حاجه لسه محتاجه تكبر محتاجه تنمو.